كتجاوبهمش، طلع اخوها باش يهزها، كتنسل البنت. هذا يدل على انه تسمم، كتنسل البنت الشعر كيطيح، الجلد ديالها كيلصق في يده، لان باقي وكيل الملك ما سناش لينا على التشريح. باش السلام عليكم، انا صديقه من صديقات الضحيه هاله، اللي سمعنا الخبر ديالها توفات بتسمم. اش غادي نقول لك اختي، هذا الخبر نزل علينا بحال الصاعقه، ما فهمنا حتى شي حاجه. فاذا بي انا كنتفاجئ في لي غيزيو سوسيو، كنسمع بلي ان البنت ماتت متسممه، البنت ماتت لاسباب مجهوله. اللي سمعت انا ان البنت طالعه للسطح فوق البيوت كاع كتنشر، ومن بعد ملي يطلعوا كيعيطوا عليهم الجيران، من تما طلعوا شوفوا الدريه، طلعوا شوفوا البنت راها سخفات. البنت راها في واحد الحاله كطلع عند الام ديالها والاخت ديالها هاله، نوضي من الشمس هاله، مالكي متكيه في الشمس. البنت ما كتجاوبهمش، طلع الاخ ديالها باش يهزها، الجلد ديالها كيلصق له في يده، والشعر ديالها كيلصق له في يده، لدرجه ان الطبيب اللي بغى ياخذ لي زاناليز من عندها، بغى ياخذ تحليله من الصبع ديالها، قال لك تصدم، قال لك انا جاني هذا الشيء غريب. ما فهمناش، لو انا كنقول هذا الشيء مقصود، ما يمكنش يكون غير مقصود، والبنت الجلد ديالها كيتملخ، كتهز هذا تسمم وبقى على شحال عاد سرح ليها في الذات ديالها. البنت ما كنا كنشوفوا عليها شي حاجه، بنت انا صديقه ديال الاخت ديالها، البنت كنشوفوها في الدرب ضاحكه لاعبه، اللي عطاها شي حاجه كتلبسها كتخرج مع البنات. نقدروا نقولوا قضيه مقصوده، اعتقاد ديالي انا نقدر نقول قضيه مقصوده، لان البنت ماشي فلاج ديال، كانت راضيه على الحاله الاجتماعيه ديالها، ما غاديش نقولوا الفقر، ما غاديش، كانت راضيه على الحاله الاجتماعيه، اللي عطاها شي حاجه كتلبسها. عمرنا سمعنا كنقول لا ماما ما عطيتينيش هذه، لا انا مالي، لا ماما بغيت هذه، راضيه على اللي قسم الله. ما غاديش نقولوا طفله عندها 14 سنه غتفكر في الانتحار، ولو غادي بغيت تفكر ما غاديش تقدر، حيتاش ماشي بحال شي واحد اللي اجي غادي يقدر على الانتحار، ماشي فلاج اللي غيوصلها للانتحار. اللي كنسمعوا حنا في الدرب كيقول لك البنت طلعت تنشر، ملي جاوا الناس كيفيقوا فيها ما فاقتش، جاوا خوها باش يهزها، الجلد كيتملخ، الشعر كيطيح، هذا الشيء نزل. دابا حنا ما نقدروش نحكموا، ما نقدروش نوجهوا اصابع الاتهام، لان باقي وكيل الملك ما سناش لينا على التشريح باش نشوفوا الضحيه مالها. لا غير البارح، يعني تصدمنا بزاف، وكنطالبوا بالحق المدني ديال هاد البنيه الا كان هاد الشيء. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.